بتحكم على هالدنيا، بتحكم من رب العالمين. دارين، من هالرؤساء اللي شفناهم واللي سقطوا، تعاطفتي مع حدا معين او حسيتي انه لا مش لازم هيك يصير؟ بصراحة يعني أنا بعيدة شوي عن السياسة، بس انه هو احسن شيء الواحد يكون بعيد. تهرب لا بتعرفي ما فوت بالاشياء اذا ما عارفه لوين موديتني. فاول ما حسينا انه بلش الشعب وثوره تتعاطفي انه في شعب عم بيثور، في فقر، في ظلم، في هيك، بس بعدين بتطلعي من بعيد بتقولي طب ولوين وشو في ومين عم بيظبط هالاشياء كلها وليه هيدا البلد وهال بتصير تشكي يعني. ونحن اوريدي عندنا بارانويا اللبنانيه انه دائما في ناس عم تلعب فينا من برا وكل هالمؤامرات اللي اوريدي صارت هلا مكشوفه اصلا، صارت التي في بتعرفي انه عملوا اجتماع ايران وامريكا او بتصير يعني صارت على الاعلان المفتوحه مش مثل قبل نفكر مؤامره، صارت لا خطه واضحه. بس لانه ما قادره اشوف لوين رايحين ما بتحيز مع حدا. انا يعني اذا بدك المتفرج المترقب هلا يعني دبلوماسيه وهيدا الشيء المضبوط انا برايي، خاصه لأنه بس خليني اوضح شغله. انا اللي عم بقوله فينا ناخذ الحدث اليوم مثل ما هو عم بيصير وخاف على بكره، على مستقبلي، على ابني، بس بسياق التاريخ، بالصيروره التاريخيه، اذا ما صار هيك رح يجي كل يوم حاكم ويقول بقدر اقعد 40 و50 سنه وموت طبيعي بفرشتي ولا فكر ما في ناس، شعب ميت. بين اليوم انه مش شعب منه ميت، بينزلوا بالملايين، بيعبوا الساحات، بيموتوا كرمال حقهم. صار شيء من تونس بلش كسر جدار الخوف وكمل بالعالم العربي، وهيك الناس بتصور 300 سنه فرنسا صارت، هلا عم بتصير بعالمنا العربي. حرام نقول كل شيء مؤامره، في ناس عم تنزل تحط دم. خلينا طلعنا من السياسه وتغني لنا. بس توضيح لشغله، هي اكيد اللي عم تقوله بولا صح، انه نحن بنتعاطف مع الشعب اللي نزل. انا قلت تعاطفت معهم وفي ظلم وفي ديكتاتوريه، بس مثل ما قال رضا كمان انه ما كانت موجوده يعني انه هلا يعني في شيء بتشك بانه لوين رايحين. هلا بدنا ثوره غنائيه من رضا انه نوصل لشيء حلو. من الرئيس بالقعده بتغني اساسا. انا ضد الدم يعني، انا ما بقدر اشوف يعني مناظر وهيك وشخص يعني بغني. طيب غني لنا لكن منغني شيء في تفاؤل شوي. ثوره